السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم كرار سعد فرج، تدريسي في كلية الإقتصاد جامعة. خلال التعليم الإلكتروني عبر منصة جوجل كلاس روم، اليوم راح نوضح كيفية إرسال الواجب. أولا ندخل على الصف الإلكتروني، ندخل على الواجب New Assignment اللي طلبه الأستاذ من عندنا، سواء كان مشروع أو إرسال تجربة أو إرسال حل سؤال إلى آخره. ندخل على New Assignment، راح تطلع لنا هاي الواجهة. هنا أنا كلاس كومنت، تعليقات عامة للصف. هنا برايفت كومنت، تعليقات خاصة للأستاذ فقط. إضافة الملف من هنا من علامة الزائد إضافة أد، راح تكون إضافة فايل أو لينك إلى آخره، مثلا فايل. Select file from your device، راح أختار الفايل على سطح المكتب، أسوي له أبلود تحميل، ننتظر التحميل. بعد ما انتهى التحميل بس فقط أسوي تيورن إن إرسال، تيورن إن إرسال، تيورن إن. وبهذا تم إرسال الواجب إلى الأستاذ. اللي عنده أي سؤال بخصوص هذا الفيديو أو بما يخص التعليم الإلكتروني كلاس روم يكتبه بالتعليقات، وإن شاء الله أكون سعيد بإجابتكم. شكرا جزيلا.